تقبلي رياحيني كقربان، لربما سيداعب عطرها وجهك الكعش. تظهر عمان في عدة نصوص قديمة، منها ملحمة جلجامش المشهورة، والتي بدأ نظمها باللغة السومرية في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. لقد جمله إله الشمس بأشعته المقدسة، ونفثت رياح إله العواصف في شرايينه نار البطولة المتأججة. وهبت القدرة الإلهية هذه البلاد 1700 كيلومتر من السواحل. بعيداً في الداخل الجبال تتلو الجبال، وقد علتها القمم كالشظايا، وهي تنفجر بأشكال مشوشة ومتداخلة، معطية الإحساس ببلاد تخرج للتو من فجر الحياة الأولى، وكأنها لا تزال وجلة وقد اسودت بنيران مفزعة، كما يقول اللورد كورزن خلال زيارته لعمان. منذ 800,000 سنة لم يكن المحيط العماني الحديث التكوين مليئاً بالماء، بل بالصخور التي تنشأ عادة في أعماق المحيطات ومن حمم البراكين البازلتية التي تمتد إلى ظاهر الأرض. طبقة صخور الأعماق هذه والتي تتجاوز كثافتها 30 كيلومتراً انبثقت إلى الأعلى لتكون الجزيرة العربية، بينما تغوص جذورها في المحيط إلى ما بين 30 وحتى 50 كيلومترا. يبدو هذا العالم المعدني كآلهة من صخور واقفة كحراس تحميه أبدا. وفي هذا الاضطراب انبثقت جنة عدن. رحلة السندباد الأولى، الأصول. عندما شرع السندباد البحري برحلته الأولى أراد التوقف في ميناء صور في عمان، فهل جاء من بغداد كما تروي الحكايات أم من صور كما يقول العمانيون؟
لمعرفة هذه البلاد لابد من العودة إلى الماضي لاكتشاف المدن المندثرة والتي يعود تاريخ عدد منها إلى أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد. في كل زمن كان هناك بشر ينشدون المعرفة ويتعطشون للدخول إلى إرم ذات العماد. عندما كان الملك شداد بن عاد يحكم العالم، كان لغوا شداد بن عاد غوفيرني لو موند. أمر ألفا من أمرائه الجبارين للبحث عن أرض خصبة ثرية بالماء بعيدة عن الجبال ليبني فيها مدينة الذهب. هذه المدينة الأسطورية الواقعة خارج العالم قد ألهبت أفكار الإنسان وعذبت قلبه بمعناها الخفي وفحواها الرهيب. في يوم ما رجل يبحث عن المعرفة يلتقي بمؤمنة غريبة تصف له المدينة بالعبارات الآتية: أجل، لقد بلغنا المدينة الذهبية وسكننا فيها، لقد ملأنا أرواحنا بعطورها، قلوبنا بأسرارها، أكياس نقودنا بلآليها وماسها، آذاننا بموسيقها، عيوننا بجمالها. والذي يشك بما رأيناه وسمعناه واكتشفناه هناك يشك بكل كيانه أمام الله والبشر. يؤكد النبي محمد في القرآن الكريم بأن الناس يدخلون فيها، ولكن ألم تكن المدينة الذهبية سوى مرحلة غير متكاملة يرقى فيها الإنسان نحو الرب؟ هذه حكاية طريفة وجميلة، ربما هي حكاية حقيقية، لأن البدو والعرب قد تكلموا عن الذهب وعن أبار. من الممكن أن تكون حكاية صحيحة، فقد ذكرها الكثيرون. هناك أيضا نهر يجري تحت الأرض، ربما يجري ليلتقي بالبحر وكذلك يتجه إلى البحرين وغيرها. تشاهدون هنا خريطة قديمة جدا يعود تاريخها إلى 2000 سنة. إنها تحدثنا عن أبار هنا في الصحراء. وهذه هي صورة ملتقطة من ساتليت. شاهدوا التلال الرملية الكثيفة في الربع الخالي. وهذه هي أبار اليوم. وفي سنة 1991 جاءت بعثة آثار أمريكية واكتشفت بنايات وأدوات يعود تاريخها إلى 5 أو 3000 سنة. وها هي دائرة البرج. إنهم يعتقدون بأنه كان هناك بناية في الوسط سقطت فيما بعد. يوجد عدة قصص عن ذلك لدى البدو. تتحدث عن أبار وعن قصص أخرى. هذه القصص تروي حياة الملك شداد بن عاد والذي بنى هذا الصرح، ثم غضب الله على هؤلاء الناس وهدم صرحهم. هذه قطع نقدية قديمة جدا وجدت هنا في أبار. لقد تم اكتشافها من قبل البعثة الأثرية في 1991. تشاهدون قطعة شطرنج وجدت هنا في أبار، حيث كان في أبار أناس أغنياء منذ 7000 سنة. هل مر الحلاج شاعر بغداد من هنا؟ كان يتنقل من مدينة لأخرى في أرجاء الشرق مؤكدا بأنه حبيب الله، وقد قتلوه لقوله: أنا الحقيقة، لكن اسمه ظل يتردد عبر العصور ويعبر الزمن. نحن الآن في قبور بات في جبل مشط. تعود هذه القبور إلى حضارة أم النار ما بين 2500 وحتى سنة 2000 قبل الميلاد.
الاكتشاف الحديث لهذه المدافن يسمح بالتأكيد بأن هذه المنطقة كانت مأهولة بالسكان منذ زمن أطول بكثير. الله جل جلاله هو خالق الإنسان، وهذا الوجود هو الذي أرسل الأنبياء للبشر. المسلمون لا يؤمنون فقط بالنبي محمد، ولكن بكل المرسلين والأنبياء الذين ظهروا من قبله في هذا العالم. فاقتلوني وحرقوني بعظام الفانيات، ثم مروا برفاتي في القبور الدارسات، تجدوا سر حبيبي في طوايا الباقيات. أرض ظفار ذات الماضي الأسطوري لم تكن فقط كما يقال مولدا للتوراة، لقد مر فيها المؤمنون والقديسون في الفترات المتعاقبة من تاريخها. ها هو قبر ابن علي المؤمن القادم من حضرموت، والذي لا يزال يؤمه الناس. إنه واحد من البشر الذين يبحثون عن الحب، فهو يذكر كمثال لمن تمسك بعقيدته رغم العذابات التي تفرض عليه. إن أيوب مكرم لدى المسلمين واليهود والمسيحيين. هنا في قلهات حكمت الأميرة المؤمنة بيبي مريم في حوالي سنة 1320، ومن بعدها لم يبق سوى بعض الآثار، مما لا شك فيه بأن الفرس هم الذين بنوا هذا الميناء، لكنه انهار في هزة أرضية بعد أن نهبه البرتغالي ألبوكيرك. في القرن الثامن يشير ماركو بولو إلى هذه المدينة، وبعد ذلك بخمسين عاماً يتكلم عن خصوصيتها الرحالة المغربي ابن بطوطة، فيقول: أجمل ما يمكن رؤيته فيها هو المساجد ذات الجدران المكسوة بالخزف الملون المسمى كاشان، والذي يشبه الخزف المغربي. ممكن تقول لنا إحنا في أي مكان الآن من فضلك؟ نحن الآن في موقع البليد الأثري، وهذا الموقع هو أحد مواقع التراث العالمي المسجلة في قائمة التراث العالمي تحت اسم موقع طريق اللبان أو مواقع طريق اللبان بشكل عام، وهو واحد من أربعة مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي في محافظة ظفار جنوب سلطنة عمان. ونحن الآن بالضبط في مسجد الجامع، وهو مسجد يعتبر يعني كبير جدا، ويعني 35 متر طوله في 45 متر. وهذا هنا المحراب. وهذا هو المحراب. نعم. المحراب، وتعرف في عدة من عدد من الأعمدة اللي موجودة في الموقع. نعم. وعددها تقريبا 148 عمود. هذه المدينة أحد المدن المطلة على بحر العرب، وتعتبر من أهم المدن وأكبرها تقريبا في القرون الوسطى. وتشتهر هذه المدينة بتصدير اللبان طبعا كسلعة شهيرة جدا في التاريخ. اللي هو الخط المسند العربي لغة جنوب الجزيرة العربية، وهذه الكتابة اللي كانت منتشرة في جنوب الجزيرة العربية،
موطنها هنا أيضا في هذه المدينة، وتعود إلى الكتابة هذه تعود إلى القرن الأول الميلادي، وفيها شرح للمهندس أو البناء الذي أشرف على البناء، والملك الذي أمر ببناء هذا الموقع، وأيضا الغرض من بناء هذا الموقع. هو كإجمالي شرح لكل ثلاثة حروف تقريبا معنى أو جملة، كل جملة تشكل من ثلاثة إلى أربع حروف، ويفسر الحرف لوحده أو من ضمن حرفين أو ثلاثة حروف. هي كانت اللغة المتعارف عليها، اللغة لغة الحوار والكتابة في جنوب الجزيرة العربية في القرون اللي سبقت القرن الثالث الميلادي قبل الميلاد حتى إلى القرن الثالث الميلادي تقريبا. رحلة السندباد الثانية، البخور. يقول ماركو بولو في كتابه عن العجائب: سنحدثكم عن دفار، هذه المدينة الواسعة الجميلة والغنية. إنها تقع على بعد 500 ميل من شادفير، شعبها مسلم وأميرها يحكم تحت ولاية سلطان عدن. تحادي هذه المدينة البحر وتملك ميناء مهما جدا. هذا الموقع الأثري يسمى موقع سمهرم الأثري، والميناء يطلق عليه خروري، ميناء خروري، وكما ترى هو متصل بالبحر. ظهرت بعد انحسار المياه هذاك الحاجز الرملي بين الميناء وبين البحر. وطبعا للميناء أو الموقع له علاقة متينة جدا في التواصل الثقافي والحضاري مع دول كثيرة متعددة وحضارات متعددة. فكان يصدر، كان الرومان يسعون في أوج تجارة استخدامهم للبان في الكنائس، كانوا يسعون للحصول على هذه السلعة، ويأتون إلى هنا ويطلقون عليه محليا اسم موسكا أو موسكا بالرومانية. وكانوا ينقلوا البخور من هذا المكان عبر البحر العرب ومنه إلى البحر الأحمر وثم إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا الوادي هو أحد الأودية العديدة التي تنبت فيها أشجار اللبان بشكل عام، وقد اختير هذا الوادي وادي دوكا ليكون أحد مواقع التراث العالمي لقربه من الطريق المؤدي إلى ثمريت، طبعا صلالة ثمريت مسقط، وأيضا للأعداد المعقولة من أشجار اللبان الموجودة لازالت في الوادي، وهي حوالي تقريبا 1200 شجرة تم توثيقها بالكامل، وأيضا لأنها تشكل البيئة الطبيعية لمنابت أشجار اللبان. وطبعا أهمية الوادي تأتي من أهمية أشجار اللبان الموجودة فيه، وهي عبارة عن طبعا كنز يعتبر أثري تاريخي بالنسبة لتاريخ سلطنة عمان القديم والحديث ومتواصل إلى 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 الآن يعني. ويأتي الاهتمام من قبل الحكومة برعاية هذا الموروث التاريخي القديم والذي ساهم بشكل كبير في صنع الحضارة الإنسانية لإثبات حقيقة أن هذه السلعة أو هذه المادة اللبان اللي يأتي من سلطنة عمان بالأخص من محافظ ظفار هو أحد السلع اللي كانت مقدسة عند الديانات القديمة وأيضا الديانات السماوية، ولا زال يستخدم في المساجد والكنائس والمعابد إلى يومنا هذا. طبعاً الأشجار اللبان دائما تحتاج إلى جو حار رطب، ويعتبر اللبان العماني من أجود أنواع اللبان في العالم. وكانوا في قديما طبعا الإغريق والرومان كانوا يتهافتون على الحصول على هذه السلعة لأنها تعتبر من السلع التكميلية أو الكمالية التي كانوا يستخدمونها يعني الطبقات الأرستقراطية في هذه الدول، وأيضا الاستخدامات الدينية والتاريخية فيما يتعلق بالمساجد والمعابد، وهناك طقوس أيضا دينية تقام لاستخدام اللبان، وهو رائحته زكية ويستخرج من هذه الأشجار من لحاء هذه الأشجار، وإله أيضا طقوس في الاستخدام وإله أيضا طرق معينة لاستخراج اللبان. وهنالك من المواطنين المحليين الذين يعتنون بهذه الأشجار يقومون بجني محصول اللبان من هذه الأشجار الموجودة، ونحن أيضا بصدد يعني تقديم ما يمكن تقديمه من المرجعية التاريخية لهذا اللبان الذي يحكي قصة ثراء تاريخي للسلطنة بشكل عام. الوادي طبعا من تخوم الجنوبية لجبال ظفار وحتى يمتد امتداد إلى قلب صحراء الربع الخالي، ولكن منابت اللبان تنحصر في منطقة معينة
طبيعيا متأثرة بالجو الحار والرطب. وفي الجو الحار طبعا شديد الحرارة والجفاف لا ينبت أشجار البن، وإنما الجو المخلوط بين الجاف والرطب. جابوا من السوق زي هذا، بعدين طحنوا في الطحانة الكهربائية لقينا زي هذا ناعم شوية، بعدين لقيبلوا المسك أيوة ندقوه حتى يصير هيك ذا ناعم شوية، ونحطه في البخور على العود، نكبه على العود، بس يعني مش بالكمية واجد، إذا قال كمية واجد تعلقنا كمية قليلة. نقابل العطر، هذا العطر، هذا بصيلة، هذه عطر العنبر. في إذا جبنا عطر يعني جديد ما نحطه على طول على البخور، لازم نقول نشيل شوية ونكبوه على النار. ليش؟ نشم هل ريحته، أيوة نعرف الريحة يعني ريحته تصلح للبخور ولا ما تصلح، إذا ريحته مش زينة بيوسخ علينا البخور، فتطلع ريحة مش زينة من البخور، وإذا كانت ريحته حلوة نكب شوية. يعني أنت كل عفوا العطور اللي خليتيها على البخور أنت تعرفيها سابقا؟ اللي أنا أعرفها سابقا نعم. يعني كلها استخدمتها؟ أيوة. هذه بخور صلالة وهذه بخور اللبا. إذا هذا اسم آخر. هذا واحد تعبان يشممونية. هذه شممونية لأنه بارد، في عطور باردة. شوف شمو. باردة يعني شنو؟ باردة يعني عطور باردة كما بتقول عطر المسك، عطر العود، عطر الصندل، هذه بارد. بارد ايوه تهدي الاعصاب. زين. طيب بعدين ما تسوي حساسيه في نفس الوقت. ما تسوي حساسيه؟ لا. العطور الحاره اللي تسوي تسبب حساسيه وضيق في التنفس. والعطور الحاره تستخدم في اي وقت؟ تستخدم في عطور يعني عندنا نحن بخور حار وفي عندنا بخور بارد على الطلبيه. الحار ايش مثلا؟ الحار مثلا هذه بخور صلالة فيها شوية يعني ها مش واجد حاطين لها عشان تتناسب يعني مع الجو ومع البيت. لصمغ اللبان هذا استخدامان يحول إلى مادة مستخلصة تستخدم في تبخير المنازل والأماكن العامة، ومن جهة أخرى يدخل في تحضير العطور. طبعا تتواجد عدة أنواع من اللبان في سلطنة عمان وبالذات في محافظة ظفار في صلالة موطن اللبان، أنواع عديدة ونختار منها اللبان الحوجري نسبة لنقاوة هذا اللبان، على أساس أنه هذا اللبان هو أنقى أنواع اللبان وأفضلها، فلذلك اخترناه في صناعة أمواج. ابتكر عطر أمواج من قبل عالم فرنسي اسمه غي روبرت، وهذه صورته توضع خلفنا، هي صاحب الصورة هذه، ومبتكر مجموعة عطور من ضمنها مدام روشة، كوتشي، شانيل فايف، هو مبتكرينها ويطلق على ابتكاره لأمواج على أساس أنه سيمفونية حياته. بالنسبة لعطر أمواج يعبى في قناني من الفضة الاسترلينية المطلية بالذهب عيار 24 قيراط، وبعض هذه القناني اللي هي بالذهب الخالص عيار 24 قيراط مع الأحجار الكريمة، معنا بعض الأحجار اللي هي الزمرد والياقوت ولابيز لازولي وملاكات وبلاك أونكس، مجموعة أحجار قناني، مجموعة أحجار كريمة مقتنة من حول العالم. طبعا بالنسبة لتصميم الزجاجات في البادي الأمر أخذ شيء من التراث العماني قبل أن نصمم أي زجاجة، نحاول أن نأخذ عليها لمسة تراثية في الدرجة الأولى وشيء من واقع الحضارة العمانية. موجودة في المعمل؟ طبعا هذا معمل الشركة وهو اللي يتم فيه إنتاج
العطور من هنا من البدايه من الالف الى الياء يتم الانتاج في هذا الموقع مثل ما تشاهد انت. وكل العمل احب انوه انه عمل يدوي من الالف الى الياء، هو عمل يدوي ولذلك لسبب معين واللي هو اتقان الجوده. لابد ان الزجاجات لما تطلع ليد المستهلك تكون زجاجات متقنه في غايه الاتقان، لان شعارنا الاول لابد ان تكون هذه الزجاجات متقنه ياخذها الزبون وهي تكون كانه ياخذ تحفه من المجوهرات. على اساس ان الزجاجات مذهبه مطعمه بالاحجار الكريمه مثل لابس لازولي والملاكايت مثل ما حكينا سابقا. فهذه العمليه الاولى احنا تكون عندنا عمليه تسكير تعبيد الزجاجات، نقوم بتعبيد الزجاجات زجاجات كل زجاجه على حده، وبعد عمليه التعبيد يكون عندنا عمليه تسكير الزجاجات اللي هو عمل فام لها على اساس البقاء. وفيما بعد عمليه تسكير الزجاجات تؤخذ عينه من كل زجاجه ومن كل كميه لفحصها. نقوم بفحص كل زجاجة أو ما نجد مجموعة معينة نأخذ عينة من زجاجة واحدة للفحص، فيما بعد ذلك تكون بمعاينة الموظفين هنا يعاينوا كل زجاجة على حدة وتكون تفحص بالعين المجهرة لا تؤكد نهائيا حتى يكون ما في شوائب أو ليك أو شيء من هذا القبيل. أي شيء ناقص. أي شيء ناقص، نعم نعم. ها هو العطر الراقي في قنينة بشكل مقبض خنجر. أما عطر المرأة فيوجد في قنينة مربعة غطاؤها المذهب بشكل جامع. رحلة السندباد الثالثة البدو. إن تفوق البدو ليس بمادي فقط، بل هو أيضا معنوي. إنهم ينشدون الحرية أكثر من أي شيء فوق الأرض، فهم لا يهتمون بالرفاهية ورقة العيش، ولا يأبهون بالنشاط، ويتمسكون بكل كبرياء بشرف حياتهم. هكذا هم يفرضون احترامهم على أهل المدن والقرى، والذين يقرون رغما عنهم بذلك التفوق يكرهونهم ويشعرون تجاههم بنفور عميق. في صحراء وهيبة يعيش البدو، فبينما تنصرف النساء لقضاء حاجياتهم اليومية، يذهب الرجال لبيع المواشي والجمال ومرافقة القوافل والاهتمام بسباقات الهجن. إذا انطوش بيت ببلاش وقصر سيارة أبا ها؟ ما بروح؟ تروحين تعيشين؟ روح أعيش هناك. تعيبني راحة زينة. عيش زينة. يعني عيشتني تعب. هنا تعب العيش؟ والله ليش معنا تعب؟ معنا شمس، معنا برد، معنا تراب، معنا كل شيء. تعبانين هني، إحنا تعبانة نريد نروح مكان زين. بس مو أنت حرة هنا، حرية بالمدينة، سيارات والبيئة مو زينة. لا لا هناك ناس تحبها. تحبين هناك أحسن؟ نقعد في بيات زيان، محل زيان، أكل نظيف، إيه؟ مستشفى قريب. نعم عندكم مستشفى؟ مستشفى بعيد بلاد. بعيد لازم تحنين. زي مدرسة عندكم هنا؟ مدرسة بعيد بلناكم. بعيدة؟ ما بي مني شل سيارة مني. مسافة طويلة. عندكم سيارة عندكم؟ لا لا ما عندنا سيارة، أفراد غير يشتغلون. يعجبني اروح المدينه، بس ما يعني ما اريد اجلس يعني هناك وايد في المدينه. لازم اريح، لازم هني اشوف حياه البدو، اجلس هنا شويه يعني ارتاح نفسيا. ترتاحين نفسيا؟ لانه شنو؟ ليش مثل بعد شنو السبب؟ بس يعني هني عايشين يعني مثل وطننا الحين، احنا هني عايشين هني مولودين يعني في الصحراء. يعني حياتكم الاولى يعني حياتنا كذي. هاي لنا تعبان هو مدينة. انتوا بنيتوا وسويتوا كل هاي الاشياء، يعني انتوا في البدايه انتوا الاساس. ما
شاء الله. هيا نعمل روحنا. اي طبعا صح ولا لا؟ والابناء نتجمع نهرات وايد زياده ونسوي بيت كذا. يعني واحد يبني يعني ابن منزل يجون يراني وكلهم يعني رباعته يراني يجون يعاونوا يعني يساعدوا. وش تسووا بالعاصفة؟ بس نيلسوا بس تبقون هنا لو هيا الرمل كذي نقول بعدين نفتح العيون كذي ما والعواصف منه وانه كلها العواصف صعبة صعبة يرد واحد يكون شديد يعني الحمد لله غير مرتاحين إن شاء الله تكونوا مرتاحين طبعا مرتحنا لا غير عاد صادري شكرا شكرا في داخل جبال مسندم كانت تعيش قبيلة الشيحوح المتنقلة من المعتقد بأن الشيحوح ينحدرون من أقوام سكن عمان قبل دخول القبائل العربية في هذه الوديان المنسية ورغم مرور العصور قاوموا منتصرين كل هجمات الغزاة ها هي آثارهم ومنازلهم المهجورة في المنطقة المسماة الروضة طريقة عيشهم كانت شاقة كما هي حال البدو هنا لا نجد سوى آثار مرورهم السريع كانوا يعيشوا على رعية الأغنام فيروحوا من الصباح فيجوا المساء عند الأغنام هم ونساءهم يرددوا الأغنام يعني فكانت الزراية هنا ما كانت محوطة على سجاج السيام يعني وإمتى تركوا المنطقة هنا؟ والله تركوا المنطقة تقريبا من 15 سنة والآن بعد في شحوح يعيشون؟ نعم موجودين يعيشوا هنا منطقة الروضة ورؤوس الجبال حتى الآن موجودين فمشي ما راحوا أي مكان يعني بس المناطق المجاورة لها كم عددهم تقريبا؟ والله بالنسبة لمنطقة الروضة كانوا ألف ألف هي والآن فوق الجبال يعني الموجودين بعد القسم منهم موجود كم عددهم تقريبا؟ عددهم كان الآن حاليا يعني 20 30 20 30 نعم مناطق الروضة تابع لمناطق الروضة يعني نعم رؤوس الجبال هذا من يا تاريخ ومن سواه؟ والله هذا ما نحقه ما نسويه ما سوينا هذا من زمان يجودنا الأوليين لا يلحق على أبوي ولا أبو أبوي يمكن 200 سنة 150 سنة ما أعرف عنه رحلة السندباد الرابعة الجبل الأخضر يقع الجبل الأخضر في شمال سلطنة عمان ضمن سلسلة جبلية عالية تفصل ما بين البحر والصحراء يتميز هذا الجبل بشبكة مائية طبيعية وهبته واحات مرتفعة ينمو فيها الشجر والفواكه والحنطة والخضروات لابد أن نتخيل أي جهود شاقة أعطتها الأجيال المتلاحقة لشق هذه الأفلاج وبنائها والتي تتطلب صيانة دائمة للحفاظ عليها وإلا فإن طبيعة الجبل ستكون هي المنتصرة هذه هندسة بديعة قديمة امتهنة أو اشتغل فيها العمانيين اكتسبت من خبرات سابقة تراكمت لدى الفكر الإنسان العماني يعني هو الماء في الحالة يجي من ينبوع من ينبوع مصدر مصدره بشكل عام من الجبل نفسه من الجبل أو قد لا يكون الجبل ممكن من السهل نفسه من مصدر واحد من أم الفلك يسمى أم الفلك مصدر ماله
ويتجه بحيث ما يريدوا يعني في أي اتجاه. لدينا إحنا الواحات العمانية المنتشرة، يمكن مثل ما لاحظتوا في واحات في الجبال، في واحات في الصحراء، في واحات في السهول، كلها معتمدة على الأفلاق. الأفلاق هي أساس للزراعة لدينا في السلطنة، لا تزال من ضمن الأساسيات. قد تكون في آبار، ولكن الأفلاق لا تزال مصدر أساسي لبقاء الزراعة. على هذا الجبل لا تزال تحيا هنا وهناك عدة قرى منذ عهود طويلة. هنا توقف الزمن. شوية على مصفات العبريين، أنت بنت هاي المدينة؟ هذا ما حد وبدها، يخبرونا إلا عنها الشياب، هذه بلاد قديمة. شكيت كم سنة صار لها؟ قديمة واجد. يعني؟ واجد قديمة. يعني ألف قبل الإسلام. هذا اسمها قلعة روغون. قلعة روغون. قلعة روغون. من طوحت يخبرونا الشياب قبل من طوحت عادها 110 سنوات. يوم الطيح مستولها شيء قوي ومهب. ريح مهب وطاحت من طاحت عادها 110 سنوات شياب يخبرون عنها. والمدينة قالون أنه هي بنوها قبل الإسلام. قبل الإسلام. قبل الإسلام. قبل الإسلام. قبل الإسلام. صار أكثر أي. من 1500 سنة. قبل الإسلام. تقريبا. أي. ما شاء الله. فأنت عبد الذي تحب تجري على وكف الذي يحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسنتم. شكرا حجي، الله يخليك. أحسنت الله يخليك. عظيم. كم سيدي، كم هذا غريب. لقد قال لي هذا الشيخ بأني السندباد البحري. كنت أعلم بأني سأجد في هذه القرية المهجورة في بهلة بعض الأشخاص الذين يقرؤون الطالع. يا له من قلق. فخارو بهلة مشهورون بدقة أعمالهم في كافة أنحاء السلطنة. بهلة التي رممتها مؤسسة اليونسكو. قلاع وقصور شامخة تفتح عيونها كحراس يقظين. لقد شيد الأئمة العاربة هذه الأبنية في القرن السابع عشر لتكون
أماكن استراتيجية للبلاد. تم بناء حصن جبرين في القرن 17، وكان يستخدم لراحة الأئمة وكذلك كمدرسة لتعليم الطب والقانون والتنجيم. هنا يرقد الإمام بن يعرب بن سلطان اليعربي، والذي كان قد بنى الحصن. قبل أكثر من 1000 سنة كانت قلعة رستاق مركز أول عاصمة للأئمة اليعربة. مع نخل كانت هذه الأماكن مراكزهم الروحية. بنى قلعة الحزم السلطان بن سيف، والذي كان قد طرد البرتغاليين من مسقط. شكل هؤلاء الجبليون قلاعاً شامخة لم يستطع أي جيش قادم من السهول دك أسوارها. نصل الآن إلى نخل، حيث اعتبرت هذه المدن مراكز روحية للأئمة اليعارب. ممكن تكلمنا عن قلعة نخل من فضلك؟ هي تعتبر قلعة نخل من أهم المعالم التاريخية في السلطنة، ويعود تاريخ هذه القلعة إلى عهد ما قبل الإسلام. امتدت قلعة نخل في 4 مراحل في البناء. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل عهد الإسلام. المرحلة الثانية وتسمى مرحلة التجديد في عهد أئمة بني خروص واليعاربة، أي في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي. المرحلة الثالثة تسمى مرحلة الإضافة في عهد السيد سعيد بن سلطان عام 1834، وتسمى مرحلة الإضافة لأن قام السيد سعيد بن سلطان بإضافة البوابة الرئيسية وإضافة سور للقلعة وست أبراج موجودة في القلعة. المرحلة الرابعة هي مرحلة الترميم عام 1990. القلعة بنيت قبل الإسلام بكم سنة؟ بحوالي أكثر من 1500 عام تقريبا. في القرن 7 كانت نزوة أول مدينة كبيرة عانقت الإسلام، وقد كانت المقر الدائم لأئمة عمان. الرحلة الخامسة، رحلة السندباد. يؤكد العمانيون ويكررون بأن السندباد البحري، هذا البطل من 1000 ليلة وليلة، قد ولد في سور. موضوع دائم ومثير للجدل، مسرح للكثير من المناقشات. أصل سور يضيع في ليالي الزمن. كل ما نعرفه هو أنها كانت مأهولة بالبشر منذ أكثر من 2000 سنة. يتكلم بلين القديم عن دولة عمانة فيقول بأن مدينة صحار قد مرت بفترات عصيبة في تاريخها، فتارة احتلها الفرس وتارة البرتغاليون، وقد انهار نشاطها التجاري الكبير تحت وقع الضربات القوية للحرب الأهلية خلال القرن 18. كفن النبي محمد والذي كفن فيه كان قد نسج في صحار.
من سحار في الشمال ينطلق بحارة وصيادون ليلتقوا نحو الجنوب مع صور في رحلة معهودة في خليج عمان. هذا الشمال وهذا الغرب، هذا الشرق. ما تروح على بعد فترة زمنية وجيزة يتعلم السندباد على يد بحارة اليوم أنواع التقنية البحرية. كان سعيداً بالعودة إلى كيفية استخدام الدفة والاستفادة من الرياح والاسطرلاب والنجوم قصد الإبحار. هؤلاء الأصحاب الجدد كانوا يشعرون بالغبطة وهم يوجهونه ويشرحون له. لقد أوقعت الذاتية الأوروبية في دائرة النسيان كل الدور الذي قام به البحارة العرب في تاريخ الاكتشافات، لكن أحمد بن ماجد البحار العماني الشهير هو الذي ساعد فاسكو دي غاما في العثور على الطريق المؤدي إلى الهند عام 1498، فهو الذي أوصله إلى كاليكوت. ومضة هي حياة الإنسان، نجوم الثريا تبحر بأحلامنا بعيدة، القمر عوامة مضيئة تحملنا إلى الجزر الغريبة. الوشة البحرية في سور، هنا يشتغل العمال من دون خطط. منذ الأزمنة القديمة اشتهروا بقدرتهم الفائقة على صنع مقدمات ومؤخرات السفن. تقول إحدى الأساطير بأن سفينة نوح قد تم صنعها في سور، ومهما يكن فإن سور هي مدينة قديمة جداً،
وتدعي بعض الحكايات بأن الفينيقيين هم الذين أسسوا مدينة صور الأولى خلال الألف الثاني قبل الميلاد. تقع صور في الزاوية الحادة للجزيرة العربية، وقد اشتهر نجاروها بقدرتهم الفائقة على صناعة أنواع معينة من السفن منذ الألف الأول قبل الميلاد. الميناء هنا، أيوة، صار لميناء صور. أيوة. صار له كم سنة أساس؟ والله هذه من مئات السنين. مئات السنين. إيه نعم. الميناء هذه وصناعة السفن هذه من مئات السنين. كانوا أهلنا أو أجدادنا ثم أبانا وأخوتنا اللي هم أكبر منا، وإحنا نتابع العمل من بعدهم. والله السفن الأولية هذه ما كانت موجودة الحين، ما عاد إلا سفن السمك لي شوي، كل السفن مال سمك. هذه نعمل منها في السنة، كل مصنع يطلع 4 سفن 5 سفن 6 سفن. كم مصنع موجود في سوق؟ في 4 مصانع الموجودات. 4؟ اي نعم. اما الى قبل 3 سنوات 2 سنين كذي وقف العمل. الناس حبوا يعني هم يشتروا الثيبر جلاس، هذا هو اللي غطى على سفن الاخشاب. ما المواد هذه؟ ثيبر جلاس مواد. ما المعجون هذا؟ ما المعجون هذا؟ المعجون يعني اصطناعي. اي صناعي. انا مش يعني في هذا. لا 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 لا، مصنوع باليد. هذا مصنوع باليد وصناعه انسانيه. وروح بعد اكيد انت تعرف سندباد البحر. اي نعم. اي سندباد البحر هذا هنا مبسوط هنا منين البنايه هذه. مع البناية هذه اللي هنا، ها؟ السندبان أقول لك هناك. هو مر من هنا. إيه نعم. إحنا ذاك الأوان إحنا مغتسين في العمل هني من اللينجات، وهو بسطوا الجماعة هني. هني موجود نعم. آثار موجود، حتى محلة موجود. ولا محلة. أيوة محلة موجود. لازم نشوفه. زين. إذا بتشوفه بس مني من وراء الحائط بتشوفه الأثر ماله، حتى الليف ما الليف والحبل ما الحبل مال. العمل الأولي يعني هو عملوه بالحبل مش بالمسامير، بالحبل وبالحطب يرادي كذي اللي يسمروه يقفلوه ما بين اللوحين. احنا السندباد اللي نمشي عليه اللي هو من عمان، اما من العراقي هذا ما لحقنا عليه. هنا في صور تم صنع سفينة السندباد المسماة صحار، لتثبت لعصرنا قدرات البحارة العمانيين في العصور القديمة. يصل طول الصاري فيها إلى 22 متراً، كما أن السفينة قد صنعت حسب الطريقة العربية، أي من دون مسامير، بثلاثة أشرعة والباطن مزدوج. في 1981 بدأت صحار رحلتها نحو الصين. 20 بحاراً كانوا يعملون على متنها تحت قيادة البحار الإيرلندي تيم سيفرين. خلال 8 شهور وبعد 6000 ميل وصلت إلى كوانغزهو في الصين، لتثبت مرة أخرى بأن العمانيين قادرون التغلب على مخاطر جمة بالإبحار على سفينة مصنوعة من حبال الليف، محولين هكذا أسطورة السندباد إلى حقيقة. Thank you.
الرحلة الخطرة بقيت صحار معروضة في ساحة في مسقط. الرحلة السادسة رحلة في الثقافة العمانية. الاستبلات الملكية في صنعاء. إن هذا الإسطبل هو تحت رعاية صاحب الجلالة، وكما يعرف الجميع فإنه رجل فارس يحب الخيل، وهو نفسه يواظب كثيرا على التدريب. فبالإضافة لحبه للخيل قد أنشأ هذا الإسطبل للتدريب ولتشجيع تربية الخيول وعرضها في العالم. فهنا تجدون كل الأصول العالمية كما أكدنا على ذلك منذ البداية. لدينا أنواع الخيول العالمية لكننا نربيها على الطريقة العمانية. هناك فوائد بوجودها هنا، فنحن محظوظون من حيث أن الطقس يختلف عندنا في الشمال عنه في الجنوب. إن الخيال الملكية موجودة في 4 مناطق مختلفة، 3 منها موجودة في مسقط في الشمال وواحدة في الجنوب. أما مجموع الخيول لدينا فهو أكثر من 800 رأس. وفي صلالة يصل عددها إلى أكثر من 250 حصانا، ولكن هنا في سيب لا يقل عددها عن 600 حصان. وهنا في قسم العاديات يوجد 3 أقسام كما قلت. هناك العاديات ثم الصافينات، إضافة للعاديات في الشمال التي تحوي على خيول للنقل. في الشمال هناك أكثر من 600 حصان، 650 حصان في مسقط والبقية موجودة في صلالة. أنتم تعرفون بأن حياة الإنسان والحصان تشبه الزواج،
لابد من أن يألف الحصان الفارس وتتوطد المحبة بينهما للوصول إلى نتائج هامة. بالنسبة للقسم الذي أديره، لابد من أن يكون لكل فارس حصانان أو ثلاثة. ففي سباقات الخيول العالمية نجد أن لكل فارس ما لا يقل عن حصان أو ثلاثة. وما دام لدينا ما لا يقل عن 800 حصان، فلا بد من معرفة كيفية التعامل معه. عندنا هنا كما في كل مناطق تربية الخيول في العالم، الحصان حديث الولادة، وفي الشهور 18 من عمره يريد أن ينطلق وينمي عضلاته. أنا مسؤول هنا عن نشأة قسم الرقص منذ 3 سنوات، أي عن كوني مسؤولاً لتعليم الفرسان رقص الخيول. هنا في عمان يتحدثون بشكل خاص عن رقص الخيول العربية، وهو تقليد موجود في كل الشرق الأدنى، إذ نلاحظه خصوصاً في باكستان ومصر، حيث ترقص الخيول على وقع الطبول وأحياناً على وقع إيقاعات قوية لحد ما. من جهتي أردت هنا في عمان تقديم ما لدي من تراث فروسي تعلمته في أوروبا. ورهاني الثاني كان محاولتي في ملائمة كل ذلك مع الثقافة العمانية الثرية جدا، هي أيضا فيما يخص الفروسية. ولا يشارك قسم رقص الخيول في مسابقات، بل وبشكل أساسي في الاحتفالات تحت رعاية صاحب الجلالة ومن أجل مدعويه، حيث نقدم مجموعة من الحركات يعني ضمن المناسبات. أجل، في المناسبات الخاصة، لذا نرتدي هذا اليوم لباس المناسبات. ما هو أصل هذا اللباس؟ هذا إبداع من هنا، لقد شاركت المسؤول في تصميمه. تناقشنا معا وبحثنا عن شيء مناسب، ويهتم صاحب الجلالة كثيرا بمشاركة الفتيات في كل مجالات الحياة الاجتماعية والعملية، وقد ارتأى مشاركتهن أيضا في مجال الفروسية بكل أقسام. هكذا بدأنا منذ سنوات بتدريب عدد منهن،
والفارسة الشابة التي أمامكم تتدرب معنا منذ حوالي سنة، ولدينا في قسم رقص الخيول ثلاث فارسات، فهن يشاركن في كل مجال كقسم القفز، في رقص الخيول، في قسم الخيال التقليدي، في جذب العربات، إنهن في كافة الفروع. هذه إذن تمارين يومية. في البداية نحاول تروية الحصان، ثم تدريب الفارس للسيطرة عليه. هناك الكثير من التقنية وراء الأشياء التي شاهدتموها والتي تبدو بسيطة. وراء كل هذا عمل مستمر. كل يوم نشتغل، نضع الخيول سوية، وهذا ليس بسهل. في المستقبل في المناسبات لا بد من أن تكون الخيول معا، حيث يصل عددها إلى 400 أو 500 حصان، وكذلك الأمر مع الجمال. لذا لا بد من أن تبقى الخيول هادئة على الأقل. هكذا عندما وصلت هنا مع حصيلتي الغربية لكي أعلم فرساني ركوب الحصان، يواجه الإنسان ثقافة مختلفة تماما، سواء بالنسبة لكيفية مقاربة العمل أو بالنسبة للعلاقة. فرهاني كان لحد ما هو أن أتكيف وأفهم واقع طلبة العمانيين، وأعتقد أنه من دون هذا الفهم لا يمكن العمل على تطورهم ولا أن يتطور الإنسان في عمله. في رأيي أن هذا التنوع بين حصيلة الغربية وما هو موجود هنا هو تنوع غني جدا، وأعتقد بأنه لا بد من احترام هذه الاختلافات الموجودة بيننا. عمان مشهورة بأصالة جمالها، والتي تحصى بأكثر من 100,000 رأس، وتقام السباقات ضمن الاحتفالات الدينية والمناسبات الوطنية. ولد النبي محمد في مكة حوالي سنة 570. قضى سنوات عمره الخمس الأولى في الصحراء. لقد ظهر الإسلام كخلاصة مباشرة للقاء الإنسان بربه. الإسلام موجود في كل الأزمنة، فالمسلمون يرون بأنه ديانة الشيخ الجليل إبراهيم، من حيث أن فحواها قد تمثل في النبي محمد. ها هي رسالة بعثها النبي محمد، موجهة إلى ملوك عمان، يدعوه فيها للدخول في الإسلام، والتي أرسلها سنة 629 والمماثلة للسنة الثامنة للهجرة. جامع السلطان قابوس الكبير هو واحد من أكبر جوامع العالم، يمكنه أن يحوي على 20,000 شخص، ومساحته تصل إلى 40,000 متر مربع، وقد تم بناؤه على قاعدة مرتفعة حتى لا يكون في مستوى الشارع، وفقا لتقاليد بناء الجوامع العمانية. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. طول الشمعدان الكبير المصنوع من الذهب والكريستال يصل إلى 14 متراً، يتكون البساط من 1700 مليون عقدة في قطعة واحدة من 70 متراً في 60، ويصل وزنها إلى 21 طن. وقد تم الاستفادة في ذلك من خبرة مختصين إيرانيين قاموا كذلك بصنع سيراميك الورود الذي يزين الحيطان. أما المختصون الفرنسيون فقد صنعوا
زجاج النوافذ الواسعة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا منذ بداية حكمه في 1970 قلب صاحب الجلالة السلطان قابوس حياة البلاد من القرون الوسطى إلى العصر الحديث. انتشرت ورشات العمل في كل البلاد، ولم تعد اليد العاملة الموجودة بكافية، لذا تم جلبها من الهند وباكستان وبنغلاديش وغيرها. عمان تبنى ليلا ونهارا. جيش العمال الكثيف في عمان بنى مدارس، مستشفيات، طور المدن، شق الطرق المعبدة في أبعد مناطق البلاد. مسقط البيضاء عاصمة سلطنة عمان. الحداثة بالنسبة للسلطان قابوس هي الوسيلة الأكيدة لتوطيد الوحدة الوطنية. إن أكثر من ربع ميزانية الدولة مخصص للتعليم، إذ تم اختيار الكوادر المناسبة في وزارة التعليم لتقوم بتهيئة برامج تعليمية وتضع بشكل دقيق طرقا للتدريس. أيوة، الحين شعره صار أطول. أيوة، شايفين يد عبد المحسن؟ أوه، أنا نعيم. نعيم. هذه جامعة عالمية يوجد فيها العديد من الجنسيات. أنا من أوغندا وجون أوجي هناك من نيجيريا، وحتى في هذا القسم هناك أساتذة من ست جنسيات.
teaching in this department alone. Or the Omani students. الطلبة العمانيون يشتغلون كثيرا. إنهم يوازون في نشاطهم بقية طلبة جامعة الخليج حيث قمت بالتدريس. I've taught in UAE, Kuwait and Saudi Arabia. But these, I think, are some of the best students in the Gulf. في السنوات الماضية كان عدد الطلبة أكثر من عدد الطالبات، أما الآن فالعدد متساوي. في القديمة كان متطور كثير، دولة عمان دولة حديثة عمرها 30 سنة، فأكيد هذا علم جديد الإلكترونيات وكذا، والهندسة عليها إقبال شديد عليها. احنا خريجين الثانوية عندنا ييجوا للجامعة ويروحوا للبعثات في جامعات ثانية سواء دول أوروبية أو دول عربية اللي هم متعاملين مع الجامعة. وفي عندنا في الجامعة نفس مجال ماجستير بعد ما تخلص من البكالوريوس. Yeah, you have to take it to Israel. Yeah, and then what about the sequence of the position? Because you have now three phases, R and S and T. هو في الحقيقة في داخل كل إنسان فنان، لكن متى يكتشف الإنسان هذا الفن؟ يعني يكتشف داخله، يكتشف معه الفن اللي فيه. الفن اللي عندي يمكن هو التصوير، ما أقدر أنا أسمي نفسي فنانة لأنه الفنان اسم عظيم. الفنان هو البذرة الصالحة اللي تنبت في الأرض الطالحة. فكلمة فنان أحسها كبيرة علي، بس أنا هاوية فوتوغرافية، أقوم بالتصوير، أنقل صورة عن وطن يمكن صورة بدأت تختفي. First interest مالي هو في التصوير الفوتوغرافي للوجوه العمانية، الفيسز اولد فيسز بورتريت، بس الحين عندي ثيم هيومن ابستراكت اللي هو شو ستوريز اباوت ذا بيبلز شاركين في الجماعة، ونقيم معرض لأفضل الصور. فهذا هو الكتيب لهذا العام، في مجموعة من الصور لعدة مصورين فوتوغرافيين من طلاب جامعة السلطان وخريجين جامعة السلطان قابوس. صار الحين في كل المرأة موجودة في كل المجالات التي توجد بها الرجال، وأكبر مثال على ذلك دخول المرأة إلى مجلس الشورى، وهو الذي كان مقتصرا فقط على الرجال، وبالتالي فإن المرأة دخلت إلى كل المجالات تساعد في التنمية المستدامة للسلطنة بجانب الرجل. المرأة كيف في السابق كيف كان عملها محدود في إطار بيتها، في إطار أيضا مثل ما تقول المرأة أصبح كان دورها ضئيل جدا، دورها لخدمة بيتها، دورها أيضا لراعي الأغنام، دورها أيضا كيف تحاول بقدر ما تستطيع أن تساعد زوجها في أمور خفيفة جدا. ولكن الآن أصبح انطلقت المرأة بالنهضة السامية المهولانة صاحب الجلالة، فأصبحت المرأة الحمد لله خرجت للتعليم. المرأة كانت أول ما في تعليم، في هناك تعليم بسيط جدا، تعليم القرآن وأشياء بسيطة جدا، لكن الآن ما شاء الله المرأة الآن خلاص طلعت، أصبحت تمارس يعني كل حقوقها، أصبحت معلمة، أصبحت مديرة مدرسة، أصبحت دكتورة، أصبحت مهندسة، أيضا غير ذلك أصبحت وزيرة، أصبحت وكيلة، أصبحت في مجلس الدولة، أصبحت أيضا سفيرة، سفيرة بلدها. المرأة الحمد لله أصبحت سيدة أعمال، أيضا تمارس العمل التجارة، أيضا أصبحت المرأة في كل موقع وفي كل مكان من السلطنة، أصبحت دائما مع الرجل في كل شيء. هل يحق للمرأة أيضا التصويت في البرلمان أو ولا ما؟ المرأة نعم نعم أصبحت يعني يحق لها التصويت، ويحق لها أيضا يعني إنها تصوت، وايضا تحق لها ايضا تنتخب نفسها، تحق لها انها ترشح نفسها لهذا المجلس. يعني الحمد لله سابقا كانت المراه تشكل في حدود كم 25%، المراه سابقا كانت تشكل يعني ماشي كان نسبتها قليله جدا، 10% كانت سابقا 10%.
الآن أصبحت الآن خلاص أصبحت شكل يعني 50%. الحمد لله. الحمد لله. هذه المرة كانت 15 امرأة، فكان شيء جميل أنه في تنافس، وفي تنافس جميل، ونجد أنه المرأة صارت تقبل على الانتخاب والترشيح، فأعتقد أنه كان جميل يعني وجودها، حتى ولو أنه فازوا ثنتين من الأخوات، لكن وجود هذولا أعطاهم مجال للتعرف على كيفية دخول مجلس الشورى. سنوياً لو نلاحظ أنه ازدياد المرأة العمانية وطلبها على مجلس الشورى يزداد، فهذا مؤشر أنه المرأة على قناعة ودراية بمجلس الشورى والمهام الموكلة لهذا المجلس. هؤلاء النسوة يرقصن احتفاء بدخول إحداهن إلى مجلس الشورى. نحن الآن في مجلس العقلاء، مجلس الشورى، والذي يمثل ولايات عمان 59. في 1999 أعلن صاحب الجلالة تكوين مجلس الشورى، مما ساعد على توطيد الديمقراطية في البلاد. هرمز منطقة استراتيجية تسمى غالباً حارس الخليج الغريب. عرض هذا المضيق حوالي 80 كيلومتر، ويعتبر نشاط هذا الطريق البحري العالمي نشاطاً شديد الحيوية. من خلال هذا الطريق الذي لا يمكن تجنبه، تسيطر عمان تقريباً على حركة البترول، ولكن فضلاً عن ذلك ومع هذه الزاوية الصخرية الحادة الممتدة من أرض السلطنة، يمكن لها لو أرادت إقفال الممر كاملا. أولا قضية النفط هذا هبة إلهية من عند الله سبحانه وتعالى، لم يتكرم بها علينا الآخرون، وعلى هذا الأساس هي موجودة تحت سطح هذه الأرض التي نسكن عليها. نحن لسنا دولة بترولية بالمعنى الكامل، بترول يعني تشم رائحة الزيت عندما ذهبت، كما هدينا احتياطات جدا متواضعة تختلف عن البلدان الأخرى، وهذا حمد من الحمد لله على ذلك، لأن لو كان لدينا احتياطات كبيرة لطمع الآخرون فينا ودخلنا إلى ورقة السياسة وورقة الديلينج أند ويلينج، أيضا دعم الاقتصاد والقطاع الخاص. يعني القضية الأخرى هناك الغاز، وفترة الأخيرة وضعت الدولة أموال كثيرة واستثمرتها في مجال الغاز، واعتقد أن الغاز أيضا أصبح يشار إليه البنان بأنه أيضا مرادف للنفط، وربما هو يكون طاقة المستقبل. تمتد هرمز بعيدا وتتناثر الجزر والصخور إلى نهاية المضيق. لقد مر السندباد البحري من هنا، ثم نزل فيه ماركو بولو في سنة 1291 بعد عودته من الصين، وقد اعتبر الرحالة المغربي ابن بطوطة هذا المضيق كنقطة انطلاق للتجارة نحو بلاد الشرق الأقصى.
بعد 7 رحلات انطلق السندباد البحري في رحلة ثامنة مع أمواج البحار، لكن الأميرة شهرزاد لم تروي لنا بعد هذه الحكاية.